FM. الكلمة ليك. هو صاحب المبادرة ويحاول باش يفسر للشعب التونسي الدواعي اللي خلاته يذهب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية أو الدفع نحو حكومة وحدة وطنية. بكل تأكيد أنه بالنسبة للشعب التونسي ما كانش مستوعب العملية. الشعب التونسي كان منشغل بقضية الإرهاب، منشغل بتدني المقدرة الشرائية، منشغل بالمستقبل الاقتصادي، مستقبل المؤسسات اللي يعيشوا فيها أولاد الشعب التونسي، بوغيتا نقول زادة بهذه المبادرة. محاولة للتبرير، لكن القراءات راهي متعددة، وقراءات متعددة، وقراءات تقول أنه هذه الحكومة يعني قد تكون أيضا حاملة لأجندة صندوق النقد الدولي. مش نكون واضحين، تجميع الكل نحو برنامج اقتصادي ذو منزع ليبرالي. معروفين أن نحن اليوم قدرتنا التفاوضية تجاه البلدان المانحة والمؤسسات الراعية للانتقال الديمقراطي في تونس قدرتنا ضعيفة، معاش نجمو نضربوا على الطاولة مع صندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي، معاش عنا ضمانات قروض. الناس كل تتذكر ضامنين فينا في الخارج باش ناخذوا قرض كما القرض الرقاعي الأخير. يعني الحالة أنه هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية اللي باش تجمع الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الأعراف، هي حكومة تحتاج إلى ماذا؟ هي حكومة تحتاج إلى انسجام برنامجي، وثم ضروري أن تصمد هذه الحكومة، يعني أن تبقى متماسكة، مش ينسحب طرف ولا يعتبر طرف في مرحلة معينة ينقلب على الاتفاقات وعلى ورقة. الكلمة ليك.